بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلق طبعا بأنشطة لتقويم ودعم التعلمات. طبعا الوحدة الأولى ليس الجد في الاجتماعيات وإنما المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس المفيد في الاجتماعيات. نعم، إذا هنا أنشطة لتقويم ودعم التعلمات الوحدة الأولى، عندنا التمرين الأول أملأ شفهيا الخانات الفارغة بخطوات تنظيم عملية اعتمادا على الوثيقة 3 من الدرس وأرتبها. إذا ها قواعد العمل سنرتبها من 1 إلى 6، طبعا خطوات تنظيم عمل العمل أو عملي. إذا بالنسبة للتمرين الأولى، إذا الخطوة الأولى التدبير جيد للوقت لتحقيق الأهداف المرسومة، سنعود إلى الوثيقة 3. ثانيا التخطيط لإنجاز العمل، طبعا جدول زمني أنشطة، تحديد المهام يعني الأنشطة ذات الأولوية. هذه ثالثا، طبعا ذات أولوية مستعجلة أقل استعجالا أو تنجز فيما بعد، تنجز فيما بعد. رابعا توفير الأدوات وظروف العمل، توفير الأدوات وظروف العمل. خامسا طبعا عندنا الإنجاز المرحلي يعني التدرج في التنفيذ، التنفيذ ألف ولام، التدرج في التنفيذ. وأخيرا سادسا تقييم الإنجازات ومستوى الأداء. هذه بالعودة إلى الوثيقة رقم 3، سنعود إلى الوثيقة 3 سنرى هذه الخطوات اللي هي التدبير جيد للوقت، التخطيط لإنجاز العمل يعني جدول زمني الأنشطة، تحديد المهام، أشد الأولوية، مستعجلة أقل استعجالا ثم تنجز فيما بعد، توفير الأدوات وظروف العمل، الإنجاز المرحلي يعني تدرج في التنفيذ، التنفيذ تقييم إنجازات ومستوى الأداء. إذا هنا عدنا في التمرين الثاني، طبعا نرجعوا للسؤال الثاني، هو تيقول لنا لكي يكون عملي منظما في البيت والمدرسة أتمم شفهيا الخانات الفارغة في الجدول بأمثلة من الحقوق التي ينبغي أن أتمتع بها والواجبات العالية التي علي الالتزام بها. إذا بالنسبة في البيت ما هي الحقوق والواجبات؟ مثلا أخذ قسطا من الراحة بعد العودة من المدرسة، أنجز واجباتي من المدرسة فهذا واجب، سنرى ديال البيت ثم نعود إلى ديال المدرسة. إذا هذه البيت مثلا عندنا الحقوق، الجلوس مع أفراد الأسرة والتحدث معهم، من حقي أن أجلس مع أفراد أسرتي وأتحدث معهم، مشاهدة برامج على التلفاز، نعم التسلية باستعمال الهاتف لفترة قصيرة، طبعا استعمال الهاتف ولكن لفترة قصيرة، ثم مشاهدة برامج التلفاز، نعم نعم حقي، والجلوس مع أفراد الأسرة وتعامل معهم. وهناك حقوق أخرى بالنسبة للواجبات في البيت، وضع أدواتي في مكتبي، نعم وضع الأدوات والكتب في مكتبي، عدم اللعب بالأشياء الحادة، نعم تنظيف غرفتي، محافظة على نظافتها. إذا تنظيف غرفتي والمحافظة عليها. دابا نمشيو ديال في القسم، إذا عندنا أو في المدرسة، في قسم المدرسة الحقوق، من حقي الترشح لمكتب تعاونية، أكون عضوا أو رئيسا، المشاركة في الأنشطة الرياضية، الحصول على مقعد داخل القسم، ضروري من حقي أن يكون المقعد خاص في طبعا داخل القسم. الواجبة هذه حقوق، وهناك مجموعة من الحقوق طبعا ممكن تبحثوا عليها. الواجبات أحترم قواعد التعبير عن الرأي، أتجنب الترثرة واللعب أثناء الدرس، نعم هذا واجب علي أن أتجنب الترثرة واللعب أثناء الدرس، أحترم أستاذي وأستاذتي ومتعلمي القسم، أحترم التلاميذ، أحافظ على الوسائل التعليمية طبعا وممتلكات المدرسة. هذا بالنسبة طبعا التمرين الأول، أو ننظر إلى التمرين الثاني والمتعلق بالدرس ديال أشارك في وضع ميثاق قسم بناء على تجربتي. هنا قالوا لنا أنقل الجدول في دفتري وأستعين بمدول وثيقة واحد من الدرس، طبعا الدرس الثاني، وأنجز أسمي مراحل إنجاز الميثاق، مراحل إنجاز الميثاق، وأوضح بإيجاز ما ينبغي القيام به من عمليات في كل مرحلة. إذا هنا عندي المراحل، المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم العمليات ماذا نقوم في كل مرحلة. هنا ها هما عندنا وكانوا عندنا في الكتاب. المرحلة الأولى يتوزع متعلمو ومتعلمات القسم إلى مجموعات صغيرة لإنجاز مهام تالية. أولا نناقش الوثائق الخاصة بإنجاز ميثاق، ونقترح قواعد التي تهم حقوق وواجبات المتعلمين والمتعلمات والعلاقات فيما بينهم وتصرفاتهم داخل فضاء القسم. هذه المرحلة الأولى.
يعني يتوزع المتعلم القسم الى مجموعه صغيره لانجاز مهام تاليه. المهام اللي نديرو نناقش وثائق خاصه بانجاز ميثاق، نقترح القواعد التي تهم حقوق وواجبات المتعلمين والعلاقات فيما بينهم والتصرفات داخل فضاء القسم. هنا مرحلتين، نستعرض المقترحات ونناقشها ونسجل ما تم الاتفاق عليه في سبورة القسم. اذا نسجل فقط ما تم الاتفاق عليه، يعني ترى دي المرحلة الثالثة، نحرر في أوراق منفصلة ثم نكتب ميثاق قسم على ورق مقوى وبخط واضح. المرحلة الرابعة، يوقع جميع المتعلمين والمتعلمات على الميثاق ويلتزمون بتطبيق أهم حاجة هو تفعيل الميثاق. هذا بالنسبة طبعا التمرين الأول من الدرس الثاني. نمر إلى التمرين الثاني واللي تيقول لنا هنا أنقل جدول في ديكتاري وأستعين بميثاق القسم الوثيقة السابقة في الدرس وأملأ الخانات الفارغة المقابلة لكل قاعدة من الميثاق وأقترح العقوبات التربوية والمادية للتصرفات التي لا ينبغي طبعا القيام بها أو فعلها. إذا ها قواعد الميثاق، الانضباط في القسم، العمل في القسم، السلوك في القسم، العلاقات مع الآخرين، المحافظة على الممتلكات، المحافظة على النظافة. هنا ما ألتزم به وأطبقه بالنسبة للانضباط في القسم، بالنسبة للعمل في القسم، بالنسبة للسلوك في القسم وغيرها. ثم هنا ما لا افعل، ما لا ينبغي فعله. هنا اقتراح عقوبات تربويه او ماديه، اقتراح عقوبات تربويه او ماديه. سنرى واكبر الصوره باش تبان لكم. بالنسبه للقواعد الانضباط في القسم، اجلس في المقعد الخاص بي، احضر ادواتي المدرسيه، هذا ما التزم به، يعني اجلس في المقعد الخاص بي لا اغيره، احضر ادواتي المدرسيه. ما لا افعله، لا اغير المقعد دون استشاره الاستاذه، لا أغير المقعد دون استشارة أستاذي أو أستاذتي. إذا من بين العقوبات في حالة عدم الالتزام بذلك، عدم المشاركة في المسابقات الرياضية، عدم المشاركة يعني حرمانهم من المشاركة في المسابقات الرياضية. العمل في القسم، ألتزم الصمت، نعم، وأنتبه عند بداية الدرس، ألتزم الصمت وأنتبه عند إنجاز التمارين والأنشطة المطلوبة التي دعانا الأستاذ إلى القيام بها. إذا إنجاز التمارين والأنشطة. ما لا أفعله، لا أغش في الفروض، نعم، لا أشوش على المتعلمين، لا أزعجهم أثناء الدرس. وإن قمت بذلك عقوبة، ربما مثلا أداء درهم، طبعا حرمان من الأنشطة، بعض الأنشطة. بالنسبة للسلوك في القسم، عندنا أحترم قواعد التعبير، الإنصات للآخرين. إذا أحترم قواعد التعبير، الإنصات للآخرين، هذا السلوك في القسم. نعم، لا أحمل، من بين ما لا أفعله، لا أحمل معي اللعب والمواد الغذائية، لا أسخر من أجوبة المتعلمين، نعم، ولا أنتقصها، طبعا لا أسخر من أجوبة. من بين مثلا في حالة عدم التزام بذلك، مثلا أداء درهم لأمين مكتب التعاونية. هنا العلاقات مع الآخرين، العلاقات مع الآخرين، أحترم أستاذي أو أستاذتي، أحترم متعلمي القسم، نعم، هذه متعلق بالعلاقات. لا أسيء، ما لا أفعله، لا أسيء الأذى مع أستاذي ولا أتشاجر مع المتعلمين. نعم، هنا المحافظة على الممتلكات، ممتلكات طبعا ديال المدرسة، أحافظ على الوسائل التعليمية والتجهيزات، أحافظ على كتب وقصص خزانات القسم. إذا أحافظ على الوسائل التعليمية والتجهيزات، أحافظ على كتب وقصص خزانات القسم. ما لا أفعله، لا أكتب على الطاولات، لا أكتب على الجدران. إذا في حالة عدم الالتزام، الحرمان من مثلا الاستفادة أو استعارة القصص والكتب، نعم، عدم الاستفادة من القصص المستعارة طبعا. هنا أخيرا المحافظة على النظافة، إذا ما ينبغي أن أقوم به، أضع النفايات، الأوراق في سلة المهملات، أساهم في حملة النظافة، أساهم في حملة النظافة. ما لا أفعله، لا أرمي النفايات تحت الطاولة، طبعا لا أرمي النفاية تحت الطاولة، نعم. من بين العقوبات، الحرمان من الأنشطة الريادية، مثلا الحرمان من الأنشطة الريادية طبعا. هذا فيما يتعلق بحصة طبعا التقويم والدعم، أتمنى أن تكون استفدت.